بكم. للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث تقدم الحكومة موازنة انفجارية تقارب 200 تريليون دينار، وللمرة الأولى أيضا تكون موازنة لثلاث سنوات تقول عنها الحكومة أنها استثنائية ومعدة وفق البرنامج الوزاري، وتتضمن معالجة لمشاكل اقتصادية ومالية مزمنة. الموازنة تتضمن مواد تطرح للمرة الأولى في مشاريع الموازنات الاتحادية، وينص بيانها على أن من أولوياتها مكافحة الفساد الإداري والمالي ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل وتثبيت العاملين بعقود في الوزارات واستكمال استحداث الدرجات الوظيفية لهم. الموازنة تتضمن خفض مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات كهربائية جديدة للخدمة واستكمال مشاريع محطات أخرى بينها عاملة بالطاقة الشمسية، كما تتضمن دعما كبيرا للقطاع الخاص في مشاريع الصناعة والزراعة مع توفير الدعم للفلاحين، إلى جانب إنشاء مشاريع لماء الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات. وتتضمن الموازنة استكمال بناء المدارس ضمن مشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية ومستشفيات بسعة 100 سرير بكلفة إجمالية تصل إلى تريليون دينار، ومراكز متكاملة للتشخيص الأمراض السرطانية، إضافة إلى اعتماد رؤية جديدة في صندوق المحافظات المحررة ترتكز على ملف إعادة النازحين عبر تنفيذ مشاريع سكن وخدمات أساسية وإنشاء صندوق لإعمار سنجار وسهل نينوى.